انا واخد توكيل اسكندريه. خلاص نروح للفار المصري، نروح للفار الافريقي اللي بيتحلى بكل معايير استخدام الفار وتقنياته. الفار الافريقي هنبدا معاكم كده من النهايه، من حيث انتهى الاهلي بطلا لافريقيا، ومباراه كايزر تشيفز اللي فعلا تجنبنا فيها فخ الوداد لان كان فيها عداله تحكيميه، وقدرت في لقطه طرد هابي في بدايه المباراه او في وقت مهم اسف من المباراه ان انت في نهاية الشوط المباراه تفتح وتفوز بثلاثيه، مش لاكتر من ان انت خدت حقك. ولو فريق قافل وبيلعب الكره بما معناه يعني زي ما بقال ديرتي جيم، وفي نفس الوقت هو مستغل ده ومستبيح لعبيك وبيضرب ولقى الحكم بيتساهل معاه، الحته اللي انت قلتها من شويه بالزبط. كان قادر كمان يصعب عليك المباراه اكتر، ولكن النادي الاهلي تجنب ده لان كان في فار. نطلع ونشوف تعليق كابتن سمير عثمان على طرد لاعب كايزر تشيفز هابي اللي خلانا كلنا هابي باللقطه دي، نشوف الفيديو. كابتن احمد، اي طرد بيأثر على الفريق، بيقلل عدد الفرقه الثانيه، بس هو الحكم ما غلطش، الحكم باسيفيك لما شاف الكوره احتسبها ركله حره مباشره وادى انذار على التطور. بعد كده رضوان جاي زي ما احنا شفنا كلنا استدعاه في الفار وشاف لا ان دي مش تهور، دي استخدام قوه زايده، وبالتالي بالشكل اللي جت الصوره فيه كان قرار الحكم سليم بالطرد. فبالتالي هنا حكم المباراه ما عملش اي خطأ أثر على نتيجة المباراة، بل بالعكس هو طبق القانون زي ما حضرتك هي يا كابتن أحمد شايف الصورة، وإحنا كلنا شايفينها في استخدام قوة زايدة من هابي لاعب كايزر ضد لعيب النادي الأهلي أكرم توفيق بالشكل ده. فطبعا بالشكل والأسلوب القوي ده، كان فيها قوة وسرعة بدايتها بالظبط، يعني كان يعني هذه الالتحام ده كان يعني يسبقه السرعة وتقدم يعني في يعني القرار سليم 100%. الحكم الكبير رضوان جايد كان حاضرا في لقطه هامه جدا لمنح النادي الاهلي حقه اللي غاب عنه في لحظات كتير جدا ما قبل تطبيق الفار. بالتاكيد يا فارس ما كانش النهائي فقط لا غير، هو اللي النادي الاهلي قدر يحصل فيه على حقه من تطبيق الفار، ولكن ايضا مباراه العوده في الدور قبل النهائي امام الترجي الفار منح النادي الاهلي حقه، فلعبنا في منافسه عادله فقدرنا نصعد للدور النهائي. نشوف طبعا رأي الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان في ركلة جزاء النادي الأهلي أمام الترجي وطرد لاعب الترجي. في ناس فاكرين القانون اتغير، لا القانون ما اتغيرش في النقطة دي يا كابتن أحمد، زي ما حضرتك شايف امبارح في الكورة كان في منافسة وهجمة لصالح فريق النادي الأهلي، هجمة تم إفسادها. القانون بيقول لك فرصة هجمة تم إفسادها تبقى كارت أحمر، إمتى تبقى كارت أصفر؟ لو الكرة دي يا كابتن أحمد داخل منطقة الجزاء والمدافع بتاع فريق الترجي أعاق لاعب النادي الأهلي بالكرة على أساس إنه كان في منافسة على الكرة، هنا تبقى فعلا ركلة جزاء وكارت أصفر. بس اللي إحنا شفناه إمبارح مختلف تماما، إحنا شفنا إيه؟ الإعاقة اللي تمت من لاعب نادي الترجي بإيده، طالما يا كابتن أحمد طالما في إعاقة تمت بإيد يبقى هنا مفيش خلاص منافسة، يبقى هنا دي فرصة مؤكدة، يبقى يتم اتخاذ القرار الفني ركلة جزاء وكارت أحمر. طبعا خبراء التحكيم كان وقت ما المباراة شغالة حتى معلق المباراة قال بما معناه ان دي كانت انذار، ولكن كان في زي ما قلنا مدير الكره قلب الاسد الكابتن سيد عبد الحفيظ هيتجنن على الخط، مش بس احتساب ركله جزاء، لا ده انت لازم تطرده وتطبق القانون. ودي اهميه مدير الكره اللي يكون مطلع على الابديت من مواد القانون. بالفعل ده كان طرد مستحق، قدر النادي الاهلي يفوز بثلاثه. ولو كنا قارنا او لو قارنا دور نصف النهائي بمباراه الوداد اللي كانت في القاهره برغم فوزنا هناك 2-0، فانت ايضا سجلت هدف كان هيتم الغائه لولا الفار ولولا فيكتور جوميز اللي ما حاولش ان هو يعطل اللعبه لغايه لما تنتهي، برغم ان حامل الرايه رفع الرايه وبرده الفار سجل هدف مروان محسن هدف صحيح. فده كان وصولك للنهائي هنا وهنا من خلال الدور نصف النهائي. لكن لما بيتواجدش الفار ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان كابتن سيد عبد الحفيظ يكون غاضب جدا، بس ما فيش فار حد يلجأ له عشان نعرف قد ايه التقنيه العادله لتطبيق الفار بتفرق. التقنيه العادله اللقطه دي بتاعه دينيس اونيانجو في مباراه سان داونز اللي الحمد لله تخطاها النادي الاهلي، زي ما بقول هي دي بقى شخصيه الفريق اللي رغم الهفوات اللي زي دي ولكن انت بتقدر تعدي والتحكيم ما يغيرش مسار البطوله، وده اللي نتمنى برضو يحصل في الدوري. دينيس اونيانجو لقطه شهيره جدا 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 كان فيها التحام صعب وعنيف لا يمكن في وجود الفار ان كان يتم التغاضي عنه. تعالوا نشوف راي الخبير احمد الشناوي ايه في اللعبه عشان نتخيل ان لو الفار كان موجود كان النادي الاهلي استفاد من عداله وجود الفار قد ايه.
دي تعتبر نموذج ركله. بص بقى بس نقف هنا، حارس المرمى هنا طالع يلعب الكره بايده ولا برجله؟ بايده، مش كده يا كباتن؟ بايده. اذا النهارده هنا عامل بيستخدم رجله كسلاح، هو طالع يلعب بايده، هو النهارده ملوش دعوه يطلع بايده، لو حد لمسه او قرب منه هو لسه رايح يلعب الكره بياخد الفاول. لكن بالشكل ده دي ركله جزاء واضحه ما فيهاش خلاف على بالظبط. شوف الخبطه داخله زي ما كابتن ها، وكارت احمر كمان، لا انذار. هنا كان راي الخبير احمد الشناوي، بعيدا عن اي حد هيشوف اللعبه هيتفق ان هي كانت مخالفه على دينيس اونيانجو، ولكن كان رايه ان هي انذار. كان كابتن سمير عثمان في تصريح كان رايه ان اللعبه كانت تستحق البطاقه الحمراء كمان. متخيلين لو في فار كان ممكن ده يغير اساسا السكور بتاع المباراه ويخليك انت حسمت القصه بدري بدري. تأكيد يا فارس، بس هو اللبس اللي حصل عند الكابتن احمد الشناوي من خلال تحليله من خلال خبراتنا بقى في الفار روم، هو ظن ان نيانجو مسك الكره ثم كانت رجله الحمايه، لكن الحقيقه الضرب كان قبل ما يصل للكره تماما، ودي طبعا اكد عليها الكابتن سمير عثمان. وعندنا طبعا حكمنا هنا الكابتن ناصر عباس قال ان هي طرد مستحق، واي حد قال ان هي طرد مستحق، وده طبعا تصريح الكابتن سمير عثمان. وبالتالي بغض النظر حتى فكرة الطرد أو الإنذار، في النهاية في ركلة جزاء تم حرمان النادي الأهلي منها، ولكن المرة دي كان العقاب إلهي، وخطأ دينيس إنيانجو في كرة صلاح محسن في الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة اللي سهلت الأمور في مباراة العودة. مش كده وبس، كان عندنا مباراة كانت ممكن يعني هي غيرت بالفعل مسار الفريق، ولكن لعله المسار الأفضل، وفي النهاية هو المسار الأفضل، لأنك في النهاية حققت البطولة، هي تعادل مع فيتا كلوب. وكان حكم الساحة وقتها الحكم رضوان جيد، برغم الخطأ ده احنا طلعنا هنا في قناة النادي الأهلي قلنا بالتأكيد هو خطأ غير مقصود، لأن كلنا عندنا ثقة في نزاهة رضوان جيد، وده اللي حصل لما رضوان جيد تم تعيينه لمباراة حاسمة في تقنية الفار، منح النادي الأهلي حقه تماما. لكن تعالوا نفكركم بآراء خبراء التحكيم في ركلة جزاء فيتا كلوب اللي تسبب فيها عمرو السولية، نشوف الفيديو. يمكن حاله هي حاله ضربه الجزاء اللي تحصل عليها فيتا كلوب وسجل منها. تمام، ركله جزاء وهميه، لا توجد ركله جزاء. النهارده كان رضوان جيد من الحكام الممتازين في قاره افريقيا اللي لا غبار عليه. تمام، النهارده احتسب خطا على النادي الاهلي. المشكله انه قريب 3 متر من الكوره. تمام، اما نيجي نبص على الخطا ده، هو اول حاجه مفيش خطا. ولو نفترض ان قد لو في خطا تبرد 18 اصلا. تمام، بس في واقع يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي لو غلط فبره ال 18 بالظبط. برافو عليك، بره ال 18 زي ما احنا شايفينها. تمام، علاوه ان مفيش احتكاك، هو فين الخطا؟ طبعا الخطا ده خلانا نتعادل وصعب الامور جدا علينا، اننا من 3 مباريات صعدنا باربع نقاط، فكان المفترض نكسب فيتا كلوب خارج ملعبنا، وهذا ما حدث بالفعل، ولكن ده خطا تحكيمي عارفين ان هو غير متعمد. وهو ده رضوان جيد، رضوان جيد اللي كان حكم في نهائي قاعد في غرفة الفار، وعارف كويس قوي ان الفريق ده فريق جنوب افريقي، ورئيس الاتحاد الافريقي هو ايضا متسبي الرئيس نادي صن داونز السابق، وجنوب افريقي يعني من نفس الدولة، وحتى امام صن داونز كان متواجد، والاهلي واجه صن داونز وتخطى الفريق صن داونز. فبالتالي تحية رضوان جيد، واكد على ثقتنا فيه لما خطأ الخطأ وقلنا خطأ غير متعمد. ودي طبعا الفقرة وضحت الفارق بين الفار المصري والفار الأفريقي. يا ليت رضوان جيد يأتي للتحكيم المصري.